شابتر 11 Project Risk Management. في الشابتر ده نتعرف مع بعض على إدارة المخاطر. المخاطر اللي بيتعرض ليها المشروع ممكن تكون حاجة إيجابية وممكن تكون سلبية، مش دايما ان هي تكون شيء سلبي بس. الريسك هنا زي ما بيعرفه البي ام اي هو البيزنس ريسك، البيزنس ريسك اللي ممكن يكون تهديد يعني شيء سلبي او فرصه يعني شيء ايجابي، الاثنين بيندرجوا تحت الريسك. وعشان كده في الشابتر ده هندرس مع بعض الاتجاهين، لو كان الريسك ده ايجابي يعني opportunity او فرصه، ولو كان الريسك ده سلبي يعني threat او تهديد. كالمعتاد الشابتر بيتكون من مجموعة من البروسيس. البروسيس الأولى زي ما بناخد في كل شابتر مختصة بجزء من خطة إدارة المشروع، الجزء اللي مختص بالنوليدج إريا دي اللي هي الريسك مانجمنت، وعشان كده اسمها الريسك مانجمنت بلان. فبالتالي البروسيس الأولى بلان ريسك مانجمنت اللي هتطلع لي الريسك مانجمنت بلان. البروسيس الثانية مختصة بـ Identify Risks، ان انا ابدأ اعرف ايه هي المخاطر، ابدأ ان انا اعمل جهد تفكير في ان انا افكر ايه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المشروع. الجزء الثالث او العملية الثالثة هي Perform Qualitative Analysis، نفس الشيء في الرابعة هيبقى Analysis بس Quantitative. الفرق ما بين الاثنين ان الكواليتيتيف ده نوعي، شيء نوعي يعني من وجهة نظري، من وجهة نظر الخبراء، الريسك ده احتماليته قد ايه، عالية ولا متوسطة ولا قليلة. لكن لما بتكلم كوانتيتيف، كوانتيتيف يعني كمي، يعني عايز اقول رقم. لما تقول لي احتمالية ما تقولش بس عالية، لا قول لي كام في المية، يعني 85 87 91، لان الرقم نفسه اللي انت هتقوله ده لازم يكون مدروس لانه هيأثر معايا في النتائج. البروسس الخامسة بلان ريسك ريسبونس، مقصود بيها ان انا بعد ما خلاص عرفت ان في مخاطر معينة وعملت لها تحليل، ابدأ اقول لو حصل الخطر ده هتصرف ازاي. البروسس اللي بعد كده implement risk response، ان انا ابدأ انفذ الريسبونس لما يحصل الخطر اللي انا كنت متوقعه وكنت مخطط له response معين او استجابة معينة، ابدأ بقى انفذ الاستجابة دي لما يحصل الريسك. البروسس السابعة كالمعتاد monitor ريسك، لازم يكون في عملية خاصة بالمونيتور والكنترول. قبل ما نبدأ في الشابتر خلينا بس نأكد على الفرق ما بين الريسك والإيشو. الإيشو زي ما كنا قلنا قبل كده ان هي مشكلة حصلت بالفعل، خلاص هي حصلت فعلا، فلازم اروح ان انا اتصرف واحاول ان انا احلها. على عكس الريسك، الريسك انا بحاول اعمل بلانينج، بحاول ان انا افكر اقول ايه المخاطر اللي ممكن تحصل، طيب لو حصلت هتصرف ازاي، فده معناه ان هي لسه ما حصلتش. في البداية قبل ما هنبدأ هناخد شوية definition كده. الديفينيشن الأولاني أو التعريف الأولاني بيتكلم على البروجكت ريسك نفسه، بيقول إن الريسك ده an uncertain event، event ممكن يحصل وممكن لأ، يعني في شك في حدوثه، or condition that if it occurs لو حصل has positive or negative effect، له تأثير ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي، on one or more project objectives على واحد من أهداف المشروع. business risk could be a threat or opportunity، ممكن يكون تهديد يعني شيء سلبي هيأثر بالسلب على المشروع، وممكن يكون إيجابي زي الفرصة هيأثر بشكل إيجابي على المشروع. The main factors for risk هما الـ probability والـ impact، دول أهم عنصرين وأنا بدرس الريسك، الـ probability والـ impact. في factors ثانية هنتعرف عليها بعد شوية، بس دول أهم عنصرين بالنسبة لي، probability يعني احتمالية و impact التأثير. لما اجي اتكلم على ريسك يعني potential يعني شيء محتمل ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، طالما ممكن يحصل وممكن ما يحصلش لازم تقول لي البروبابيليتي بتاعت احتمالية حدوثه نسبتها كام في المية، عالي ولا قليل. ممكن يكون احتمالية حدوثه 1% ما اهتمش بيه، ممكن يكون 99% ده يعني متوقع انه هيحصل خلاص، طيب يبقى البروبابيليتي ده واحد من العناصر الرئيسية جدا في دراسة الريسك. العنصر الثاني هو الامباكت، طيب لو حصل ايه التأثير اللي هيحصل؟ تأثير ممكن يبقى زمني، ممكن يبقى مالي. زمني المشروع هيتأخر يوم، يومين، هيتأخر سنة، لا يبقى كده الامباكت هيفرق. لو هتقول لي ان الامباكت مثلا ان المشروع هيتأخر يوم، يعني غير لما تقول لي ان المشروع هيتأخر شهرين، غير لما تقول لي ان هو هيتأخر 6 شهور، اكيد الامباكت هيفرق. نفس الامباكت لو كان مالي، لو هتقول لي ان هيحصل مثلا عندي فاريانس بالنيجاتيف او ان انا هيبقى في عجز في الموازنة مثلا بمقدار 1000 دولار، ال1000 دولار غير ال100000 دولار، فأكيد هيفرق الإمباكت، لازم أن أنا أدرسه عشان أقارن. أنا بدرس ليه؟ عشان بعد كده أشوف لو أنت طلعت لي مثلا عدد كبير من الريسكس، طلعت لي 150 ريسك مثلا، أهتم بيهم كلهم ولا في حاجات مهمة وفي حاجات مش مهمة؟ يبقى أنا عايز أعمل prioritize، عايز أرتب حسب الأولوية.
النقطة اللي بعد كده ان الريسك مانجمنت بنحاول ان احنا نزود البروبابيليتي او الامباكت لو كان الريسك ده ايجابي. ايجابي يعني فرصة، يعني قدامي فرصة ان انا اكسب حاجة معينة، ان انا اخد مشروع معين او اكسب ربح معين. طيب دي فرصة احتمال تحصل؟ احتمال. اكيد لا، لسه مش اكيد، ده في نسبة معينة. بنسبة كام؟ نسبة كذا في المية مثلا ممكن الاوبورتيونيتي دي او الريسك ده يحصل. طيب وهيبقى الامباكت بتاعه ايه؟ هدرس الامباكت. طيب طالما في احتمال ان هو يحصل وده شيء كويس، طب ما تحاول تزود لي الاحتمالية ان هو يحصل. يعني لو بتقول لي احتمال يحصل بنسبة 60% ولو حصل هيفيدك وهتكسب مكاسب كبيرة، طيب ليه 60؟ ما تحاول تخليها لي 70 80 100. حاول تفكر كده، شوف ايه الريسبونس اللي انا اعمله اللي يزود البروبابيليتي بتاعت الريسك ده او الاوبورتيونيتي دي. نفس الشيء الامباكت، طالما في امباكت ان انا هكسب، طب ما تكسبني كتير. يبقى في الفرصة بحاول ان انا ازود الاحتمالية والامباكت، على عكس الثريت اكيد ان انا بحاول ان انا اتجنبه، بحاول اقلل البروبابيليتي ان هو يحصل لدرجة ان انا ابقى عايزه ما يحصلش اصلا. ونفس الشيء للامباكت، بحاول ان انا اقلل الامباكت. التعريف اللي بعد كده عن الانسرتينتي. انسرتين يعني شيء غير مؤكد، انسرتينتي في معلومة غير مؤكدة، lack of knowledge، انا ما عنديش المعلومة، ما عنديش العلم فعلا. that reduce confidence in conclusion، بيقلل الثقة او نسبة الثقة، انا مش واثق في ان الحاجة دي هتحصل لان هي مش مؤكدة بالنسبة لي. نفس فكرة probability. الريسك افيرس وزيه الريسك سيكر. الريسك افيرس ده عبارة عن الشخص اللي هو ما بيحبش المخاطر، ما بيحبش يدخل في المخاطر، someone who doesn't want to take risks. على عكسه الريسك سيكر، الريسك سيكر ده بيدور على الريسك. انا محتاج التعريفين دول عشان لما اجي اتكلم عن الستيك هولدر. الستيك هولدرز ممكن يكون منهم السبونسر، وممكن يكون منهم الاونر، ممكن يكون منهم انفستورز، ممكن يكون منهم ناس عند الاونر في الشركه بتاعته. طيب يبقى انا محتاج صاحب القرار ده اللي هو ياثر معاه الريسك، اكون عارف هو بيحب الريسك ولا لا، هل هو ريسك افيرس بيتجنب الريسك، ولا هل هو ريسك سيكر لانه عارف ان الريسك دايما بيبقى وراه فوائد كبيره فبيدور عليه، مش بس ان هو يعني لما بيجي بيدرسه، لا ده هو بيدور كمان على الريسك لانه عارف ان اكيد وراه هيبقى فيه منفعه كبيره. فمحتاج ان انا اكون عارف التعريف بتاع ريسك فيرس والريسك سيكر عشان اقدر اميز الستيك هولدر اللي قدامي اللي صاحب القرار في الامر اللي انا شايفه، شايف ان في ريسك معين. طيب يبقى بناء على الريسك توليرانس بتاع الشخص ده، هل هو بيقبل ريسك لغاية فين؟ وعشان كده بدأ يظهر مصطلح ريسك توليرانس، وبدأ ان هو يتعدل شوية لريسك ابيتايت. الريسك توليرانس مقصود بيه الليمت بتاعي كستيك هولدر مثلا، لغاية فين ممكن ان انا اقبل مخاطر. يعني لو الريسك ده بتقول ان هو ثريت، تهديد، والتهديد ده هيبقى فيه امباكت على البروجكت عندي، والامباكت ده ممكن ان هو يزود الميزانية بتاعت المشروع، طب هيزودها كام في المية مثلا؟ هيزودها 2% ولا 10%؟ انا موافق لغاية 3%، ده كده توليرانس بالنسبة لي. نفس الشيء لو بنتكلم من وجهة نظر ان هي appetite، risk appetite يعني الشهية بتاعتي للريسك، انا بشتهي او بطلب او بسعى ورا الريسك لغاية فين الشهية بتاعتي، او ان انا بحب ان انا ادور على المخاطر لغاية فين. ده بيبقى نظرا لان دايما المخاطر بيبقى وراها مكاسب اكتر، كل ما زاد الخطر بيبقى متوقع ان المكسب او المنفعة تكون اكبر. النقطة اللي بعد كده هي الثريشولدز. الثريشولدز مقصود بيها الليمت او العتب اللي لغاية عنده انا ممكن اقبل المخاطر. العتب ده او ممكن ان انا اسميه ثريشولد، الليمت ده ببدا ان انا اراقبه لان انا عارف ان هو ده الليمت اللي لغاية مثلا عنده مفيش مشكله، بعديه لا هيبقى الموضوع ان اكسبتبل او غير موافق عليه او ما غير مقبول يعني. فممكن نقول thresholds the point at which risk become unacceptable. نبدأ بعد كده نتكلم على الأربع مفاهيم اللي بيتكلم عنهم كل شابتر في الـ PMI. المفهوم الأول اللي هو الـ key concepts. الـ key concepts بنتكلم فيها عن تعريفات أو مفاهيم رئيسية في الـ knowledge area. هنا هنتكلم على تعريفات رئيسية خاصة بالـ risk management. قال لي إن الـ risk موجود في مستويين،
هنا الـ PMI بيحاول يلفت انتباهي لأن الريسك مش بس على الاكتيفيتي بعينه، على الانديفيدوال بروجكت ريسك، على ريسك معين لاكتيفيتي معين، لا في كمان ريسك للمشروع بالكامل. المشروع ممكن يبقى فيه حاجة اسمها الاكسبوجر بتاعه للريسك قد ايه. فبيقول لي فرق ما بين الانديفيدوال بروجكت ريسك اللي معتاد ان هو يدرس والاوفرول بروجكت ريسك. ويتكلم بعد كده على نقطة تانية، ان هي ان الريسك هيفضل موجود على طول على عمر المشروع. ريسك will continue to emerge، هيفضل ان هو ينشأ during the lifetime of the project، اثناء فترة المشروع. ده معناه ايه؟ معناه ان عمليات الريسك مانجمنت مش هعملها بس في بداية المشروع، لا باستمرار هتبقى شغالة معايا، ان انا عمال اعمل identify للريسكس كل فترة عشان اشوف لو في ريسكس جديدة ظهرت بالنسبة لي، او ريسك كان موجود ولم يعد ان هو محتمل انه يحصل، فابدأ ان انا اعرف الكلام ده في الريسك ريجستر. والنقطة الثالثة بدأ يقول ان عشان ادير المشروع انا محتاج اكون عارف الليفل الاكسبتابل اللي هو الثريشولد بالنسبة لي للريسك اكسبوجر للمشروع بالكامل. In order to manage risk, project team needs to know what level of risk exposure is acceptable. This is defined by risk thresholds that reflect the risk appetite of the organization and project stakeholder. ده بيعرف الthresholds أو الlimits اللي بتكون مقبولة من خلال الorganization والstakeholder. بدأ يتكلم في النقطة الثانية اللي هي الترندز والإيمرجينج براكتسز. الترندز زي ما كنا بنقول في بداية كل شابتر هي الحاجات الجديدة أو الإيمرجينج براكتسز، الممارسات الناشئة في العلم في النوليدج اريا دي. طبعا المعتاد ان هو بيجيبها في البداية، وان كان هتبقى اسهل بالنسبة لنا لو قريناها مرة تانية بعد ما نخلص الشابتر، لان بنبقى فهمنا طيب ايه اللي موجود في العلم اساسا، ايه اللي موجود في الريسك مانجمنت. طيب افهمت الريسك مانجمنت خلاص ابدأ اشوف ايه هي الاميرجينج براكتسز، بتبقى اسهل عليا شوية. فيفضل ان انا اعمل زي مراجعة بعد ما احضر الشابتر ده او اسمع الشابتر ده، اعمل موضوع المراجعة عشان افهم مرة تانية وربط الامور ببعضها. بدأ هنا يلفت انتباهي لموضوع النون ايفنت ريسك. هنا بيقول لي ان معظم الناس بتشتغل على الايفنت بيزد ريسك. يعني ايه ايفنت بيزد ريسك؟ الريسك اللي معتمد على حدث معين. حدث زي ايه؟ زي مثلا ان في فيندر معين كان بيورد لي حاجه والفيندر ده هيبطل يوردها، مش هيورد لي الحاجه دي، فده يعتبر بالنسبه لي ايفنت. فالريسك اللي انا بعرفه هنا مرتبط بالايفنت ده. هو بيقول لي مش لازم كل حاجه تبقى مرتبطه بايفنت، لا ممكن حاجه تبقى نون event risk. يعني ايه non event؟ يعني افترض مثلا ان البرودكتيفيتي بتاعت اللودر مثلا كانت 350 متر مكعب مثلا، هيحصل ايه لو كانت اقل شويه مثلا وصلت 300؟ طب لو 250؟ طب لو 200؟ طب لو كانت زادت وصلت ل 350 ل 400 ل 450 وهكذا. وابدا ان انا ادرس الامباكت او البروبابيلتي بتاعت الريسكس دي. There are two main types of non-event risk. النون-ايفنت بقى عرف نوعين منه. النوع الأولاني هو الفاريابيليتي، والنوع الثاني الأمبيجيوتي. الفاريابيليتي مقصود بها التغير بتاع بارامتر معين due to the change in key characteristics. وعطى المثال نفس المثال examples of variability risk include البرودكتيفيتي. البرودكتيفيتي ممكن ان هي تزيد او تقل عن التارجت او عن الافريج. The number of errors found during testing may be higher or lower than expected. لو بعمل اختبارات وبيطلع عدد معين من الايرورز. Or unseasonal weather condition، حالات الجو اللي ممكن ما تبقاش متوقعة أو مش في السيزون بتاعها. May occur during the construction phase. It's addressed using Monte Carlo analysis، ونتعرف على تكنيك Monte Carlo بالتفصيل بعد كده. الامبيجيتي ريسك او الخطر الناشئ عن الغموض. الغموض معناه ان انا مش عارف، عندي مشكله في النوليدج تجاه حاجه معينه. due to imperfect knowledge about some areas in the project، في جزء في المشروع انا ما عنديش فكره عنه. examples include elements of the requirement or technical solution or inherent systematic complexity in the project. It's addressed using simulation or prototyping. بقدر ان انا اعمل له تمثيل من خلال simulation او من خلال البروتوتايب، ان انا اعمل بروتوتايب. السيميليشن مقصود به ان انا اعمل محاكاه. محاكاه يعني ايه؟ يعني ادرس السيناريوز المختلفه. لو ما عنديش مثلا معلومة معينة عن حاجة، طيب هيحصل ايه؟ طيب لو طلعت كذا هيحصل ايه؟ لو طلعت قيمة تانية هيحصل ايه؟ يعني مثلا بتكلم على جزء من الديزاين، والجزء ده هيخلص في قد ايه؟ طب لو هيخلص في شهر،
لو يخلص في 2، لو يخلص في 3، فابدأ ان انا اعمل سيميوليشن بناء على التوقعات. من ضمن الترينس والإميرجينج براكسيز بدأ يتكلم على البروجيكت ريسيليانس. البروجيكت ريسيليانس مقصود بيها ان انا اخلي فيه درجة كبيرة من المرونة او درجة معينة من المرونة في المشروع نفسه، يعني ما يبقاش كل حاجة مضغوطة، ما يبقاش الجدول الزمني مضغوط بزيادة بحيث ان اي تأخير يحصل فيه هيبدأ ان المشروع هيتأخر بشكل كبير ومش هعرف ان انا الحق الموضوع ده، فحاول دايما ان يبقى فيه مرونة. Emergent risks are risks that can only be recognized after they have occurred. في مجموعة من الريسكس اللي ما بيتعرفوش غير بعد ما بيحصلوا. They can be tackled through developing project resilience. ممكن ان انا اواجههم من خلال ان يبقى في resilience، يبقى في مرونة، عشان لما يحصل الريسك اللي انا ما كنتش عارفه ده ومش متوقعه يبدا ان هو ما ياثرش على المشروع بشكل كبير، كاني مثلا حاطط جزء من الريزيرف او جزء من الاحتياطي الزمني في كمرونة في المشروع، او جاي على مدة مثلا مجموعة من الانشطة ومطول مدتها اكتر من المعتاد، عشان لو كان في حصل تأخيرات قبليها يجي عند الاكتيفيتي ده ويبدأ انه يعوض اوتوماتيك التأخيرات دي. This requires each project to have right level of budget and schedule contingency for emergent risk. لازم يكون في contingency او احتياطي طوارئ عشان المخاطر اللي هتنشأ. Flexible project processes، العمليات اللي بدير بيها المشروع تكون فيها مرونة شوية، مش لازم يبقى فيها مركزية او ان شخص معين هو اللي مسؤول عن كل شيء، لازم يبقى فيه مثلا تعدد في الافراد اللي ممكن يؤدوا البروسيس دي، ان مثلا لو فلان اللي كان بيعتمد الدوكيمنت دي وهو مش موجود فلان التاني برضو ممكن انه يعتمدها، فابدأ الاقي ان البروسيس نفسها فيها مرونة. Empowered project team that is trusted to get the job done within agreed upon limits. أحاول إن أنا أدي الثقة للفريق في إن هو هيقدر يعمل الإنجاز اللي مطلوب منه، وأدي له تمكين وأعزز قدراته بإن أنا أكسبه الثقة، إن أنا مش قلقان منك، لا أنا واثق فيك وشايف قدراتك بشكل كويس وإن أنت هتعمل الشيء ده. Frequent review of early warning signs. بحاول ان انا اراجع باستمرار الورنينج ساين. الورنينج ساين اللي هي ممكن تكون علامة على ان في ريسك معين ممكن ان هو هيحصل، فباستمرار في الريسك ميتينجز الخاصة بالريسك، الاجتماعات الخاصة بالريسك، ببدأ ان انا اراجع او بعمل ريفيو على الايرلي warning signs، عشان لو في emergent risk ابدأ ان انا اعرفه بدري على قد ما اقدر. النقطة اللي بعد كده في الترينس والإميرجينج براكسز هي الانتجريتد ريسك مانجمنت، الإدارة المتكاملة. الإدارة المتكاملة مقصود بيها إن أنا ما درش الريسك بس على مستوى البروجكت، لا أكون فاهم إن في ليفل تاني غير ليفل بروجكت زي ليفل بروجرام أو البورتفوليو، ففي بعض الريسكس مثلا ممكن إن أنا أبعتها لهم أو ريسكس تجيلي منهم، يعني في ريسك مثلا أنا مش هقدر أتصرف فيه لأن هو اعلى او اكبر من الحدود بتاعت السلطة بتاعتي، فمش هقدر ان انا اتصرف في الريسك ده، فابدأ ارفعه للبروجرام او البورتفوليو. وعلى العكس ممكن الاقي ان البروجرام او البورتفوليو بيبعتوا لي حاجة معينة هم شايفين ان هي ريسك والافضل ان هو يدار على البروجكت ليفل او مستوى المشروع. Project exists in an organization context في السياق بتاع المؤسسة and may be part of program or portfolio، مش شرط ان هو يكون في المشروع، ممكن الريسك يكون على مستوى البروجرام بالكامل، ممكن يبقى على مستوى البورتفوليو متعلق بهدف استراتيجي مثلا، متعلق ببنفيت معينة خاصة بالبرنامج ككل. Some risks identified at higher levels will be delegated to the project team. بعض المخاطر اللي ممكن يكتشفها البروجرام مانجر او البورتفوليو مانجر يبدأ ان هو يبعتها للبروجكت، لان هو شايف ان البروجكت تيم هو اللي هيكون اقدر على فهمها وانه ياخدها في اعتباره ويعمل لها مانجمنت. And some risks may be escalated، وبعض بقى المخاطر اللي ممكن تظهر في ليفل البروجكت يحصل لها escalation تصعيد للمستوى الأعلى بتاع البروجرام أو البورتفوليو to higher levels if they are best managed outside the project، لو الأفضل إن هم يداروا برا ليفل المشروع.
Enterprise Wide Risk Management يعني إدارة المخاطر اللي بتبقى على مستوى الأورجنايزيشن بالكامل، اللي هي بالشكل بتاع بروجرام وبورتفوليو وبروجكت. الإدارة بالشكل ده بتضمن إن يبقى فيه Alignment، يبقى فيه محاذاة and coherence وتماسك في الطريقة اللي أنا بعمل بيها إدارة للريسك، في الطريقة اللي أنا بعمل بيها إدارة للمخاطر. الجزء اللي بعد كده هو التالرينج كونسيدريشن. انا عايز اخد في اعتباري مجموعه من العوامل، فدايما بيبقى في السكشن ده اللي موجود في كل نوليدج اريا بيبدا ان هو يسال اسئله معينه عشان اقدر افهم هل البروسيسز اللي موجوده في الشركه نفسها من خلال الجوفرنس مثلا، او من خلال نظم الحوكمه، او من خلال كواليتي مانجمنت سيستم، البروسيسز والبروسيجرز اللي موجوده هل فعلا استخدمها زي ما هي، ولا محتاج ان انا اعمل تالرينج. فمحتاج ان انا ابدا اسال شويه اسئله عن المشروع بتاعي، زي مثلا البروجكت سايز، حجم المشروع. Does the project size require a more detailed approach؟ هل محتاج طريقة مفصلة بشكل أكتر للريسك مانجمنت؟ هل البروسيجر اللي متوفر من قبل الشركة بالنسبة لي لإدارة الريسك كافي؟ ولا أنا المشروع عندي أكثر تعقيدا وما كانش معتاد أن أنا أخذ مشروع بالتعقيد ده، فالبروسيجر اللي كان موجود كان very simple، لا أنا محتاج أن أنا أطور أو أن أنا أوسع فيه زيادة. البروجكت كومبلكسيتي، مدى التعقيد اللي موجود في المشروع. Is a complicated risk approach required؟ هل أنا محتاج طريقة لإدارة الريسك تكون أكثر تعقيدا أو أكثر تركيبا، يعني مش تعقيدا أن هي صعبة، لا تعقيدا أن هي فيها عمليات أكثر عشان تواكب طبيعة التعقيد اللي في المشروع. Including new technology، تقنية جديدة. And commercial arrangement، هل مثلا الشركة كانت موفرة لي بس procedure بيقول أن أنت تعمل qualitative analysis ومفيش داعي للquantitative، لكن انا شايف هنا ان المشروع لازم اعمل فيه quantitative، فابدأ ان انا اعمل tailoring بالشكل اللي انا شايفه مناسب. البروجكت importance، ضرورة بتاعت المشروع، هل فعلا المشروع ده strategic project، ضروري جدا بالنسبة للشركة. How strategically important is the project؟ Development approach، هل المشروع ده بيتم بشكل أجل ولا بشكل waterfall؟ Is this a waterfall project؟ هل المشروع waterfall؟ وكنا قلنا قبل كده الwaterfall كان في الIT بشكل كبير، إن الناس كانت بتعمل المشروع بالكامل وبعد ما بتخلصه بتسلمه للكلاينت، فبالتالي بيبدأوا يكتشفوا الأخطاء في الآخر. Is this a waterfall project؟ Where risk processes can be followed sequentially، وبالتالي لو هو waterfall يبقى أنا ساعتها مضطر أن أنا أشتغل بنفس الطريقة دي، أن أنا يبقى الريسك مانجمنت هو كمان يعتبر sequentially. Or does the project follow an agile approach، ولا المشروع شغال بشكل أجل بحيث أن هو بيحصل فيه تكيف بشكل مستمر، كل مثلا أسبوعين عمال أزود في السكوب، أكتشف في السكوب، أفصل في السكوب أكتر لجزء معين لموديول من السوفتوير بروجرام اللي أنا بعمله، فكل شوية يزيد السكوب معايا أكتر، فبالتالي موضوع الريسك لا محتاج بقى أن هو يتعمل كتير، يعني ده أنا كل شوية هعمل identify للريسكس بسبب أن السكوب أساسا ما كانش واضح، وكل أسبوع او كل شهر عمال يوضح حاجات جديدة فيه، طالما فيه لسه حاجات بتوضح في السكوب لا يبقى انا محتاج انفذ السايكل بتاعت البروسيسز بتاعت الريسك مانجمنت دي كل شوية عشان كل شوية بعرف حاجة جديدة في السكوب. Or does the project follow an agile approach where risk is addressed at the start of each iteration، في بداية كل iteration اللي ممكن تبقى اسبوعين او شهر مثلا، في بداية كل iteration ببدأ اعمل عمليات الريسك مانجمنت، as well as during its execution، وبرضو في نفس الشيء في اثناء الاكسكيوشن او اثناء التنفيذ. النقطة الرابعة في الانترودكشن هي الconsideration المختصة بالاجل environment. في البيئة الاجل زي ما بنقول السكوب بيبقى في تكيف، بيبقى كل شوية عمال يوضح، وبالتالي هنا بيقول لي هيبقى نفس الكلام اللي كنا بنقوله في البوينت اللي فاتت الخاصة بالتيلرينج. Risk is considered when selecting the content of each iteration، لما أنا باجي أختار من الباكلوج اللي عندي أنا هعمل إيه خلال الiteration ده، خلال الأسبوعين ده دول هعمل إيه من ضمن السكوب عندي، هعمل كذا وكذا، طيب إيه هي المخاطر المتوقعة بتاعتهم. And risks will also be identified، هعمل identification في بداية الiteration دي، في بداية المرحلة أو الترايل دي. Analyzed، وبرضو هحللهم لأن أنا لسه عامل لهم تعريف دلوقتي. And managed during each iteration، فأنا شغال iteration بiteration، فشيء طبيعي أن أنا أكرر عمليات الريسك كل iteration. والنقطة التانية بيتكلم بقى على ان الريسك نفسه ممكن انه يأثر في الريكويرمنت، يعني الريكويرمنت نفسها تبدأ ان يحصل فيها تحديث بناء على الريسك او بناء على الريسك اكسبوجر.
Additionally, the requirements are kept as a living document. عبارة عن document بتتحدث باستمرار كل شوية بتزيد فيها requirements that is updated regularly بيتم تحديثها بشكل منتظم. كل iteration جديدة ببدأ إن أنا أزود في السكوب. And work may be reprioritized. أعيد الأولوية أو ترتيب الأولوية بتاعت الأعمال نفسها أو بتاعت السكوب اللي أنا هعمله بناء على إيه؟ بناء على فهمي للcurrent risk exposure. Based on an improved understanding of risk of current risk exposure. يعني هنا الريسك اكسبوجر وفهمي ليه هو اللي ممكن بقى يأثر ساعتها انا اخد ايه المرة دي من الباكلوج كعناصر احطها في السكوب عندي. فهنا بالنقطتين دول غطى ان الريسك هيتأثر بطبيعة المشروع كأجل بروجكت وفهمي للريسك نفسه هيرجع بالتبعية يأثر على ايه العناصر اللي هعملها prioritizing او اخدها في الاتريشن دي ان هي تكون جزء من السكوب.